Hello, my dear screen viewers and students watching us now. Hopefully, you'll enjoy another episode from our program, The Secret of Superiority. Today, we're going to discuss another program or another episode related to our English course, uh, Enjoy English. النهاردة هنناقش حلقة جديدة من من حلقات السيريز اللي احنا بنقولها اللي خاصة بالكورس بتاع الانجليش اللي بعنوان Enjoy English And today we're going to talk about a very interesting topic النهاردة هنناقش topic يعني interesting جدا وهي هتكون عن the body parts أو أجزاء الجسم زي ما احنا هنشوف على السكرين دلوقتي هنلاقي الحاجات اللي احنا هنقوم بيها النهارده في حلقتنا Enjoy English or Everyday English هنشوفها على السكرين حالا بنتكلم على ال body parts وطبعا ال body parts وال health الاتنين مع بعض ال body parts اللي هي أعضاء الجسم وال اللي هي الصحة بتاعتنا وده هيتم عن طريق new vocabulary أو كلمات جديدة هنتعلمها هيبقى في conversation هنعرف ازاي نسأل سؤال أو نوصف حالتنا واحنا تعبانين بلس كمان ان هيبقى في سيتويشنز معينه او مواقف معينه ليها علاقه بالهيلث بروبلمز والbody بارتس كمان هنكون في عندنا نوتس مهمه جدا للبرونسيشن الكورس بتاع النهارده سهل جدا لمستوى يعني ناس لسه في الاول ولكن زي ما احنا عارفين انه دايما بتبقى في حاجات جديده وكلمات كتيره جدا جديده ريليتد للبادي بارتس تنفع لي الأدفانس ليفل او المستوى المتقدم بلس كمان ان الجزء بتاع البرونسيشن اعتقد كل الناس بتبقى محتاجاه هنبدا دلوقتي وهنحاول نشوف آه على الشاشه او على السكرين اول جزء هنبدا بيه طبعا هنعرف الكاركترز اللي هيكونوا موجودين معانا النهارده عندنا اول كاركتر اللي هي ايمي او الشخصيه الاولى هتبقى ايمي الشخصيه الثانيه مارو هما دول الشخصيتين اللي هيكونوا موجودين معانا في situations او المواقف بتاعه النهارده طبعا هنشوف بقى اول situation موجود او اول موقف موجود زي ما احنا شايفين قدامنا انه ايمي از فيري سيك توداي ايمي از هي مريضه جدا النهارده ايمي النهارده مريضه وتعبانه فبقولها ازاي بقول ايمي از فيري سيك توداي طبعا كلمه سيك يعني مريض وممكن جدا اقول ill او sick تمام ال I L L اللي هي مريض برضو طيب هي مريضة النهاردة يبقى أكيد في حاجة معينة لازم تحصل uh, she wants to see a doctor she wants to see a doctor هي محتاجة تشوف طبيب أو تزور طبيب لما بستخدم ال بتاع see a doctor ده ال المناسب لما أقول حد يزور طبيب لكن ينفعش مثلا أقول a visit a doctor دي ترجمة حرفية فمش هتبقى مناسبة لكن لو أنا عايزة أو حابة أن أنا أروح للدكتور علشان يكشف عليا هقول see a doctor مش هقول visit a doctor أوكي يبقى الفيرب المناسب أو اللي ينفع نستخدمه هي كلمة see أو see a doctor ده الـ expression على بعض زي ما احنا هنرجع تاني للشاشة دلوقتي وهنشوف انه she wants to see a doctor او هي محتاجة تشوف تزور الطبيب Uh, because of course she is very sick لأنها طبعا مريضة جدا طيب إيه تاني uh, now in the first situation دلوقتي إحنا هنشوف على الشاشة uh, Amy is at the doctor's clinic أو Amy موجودة دلوقتي في عيادة الطبيب she is at the doctor's clinic كلمة clinic يعني عيادة وطبعا دكتورز clinic اللي هي عيادة الطبيب ومعروف ان الأبوستروفي اس دي علشان الملكية عشان زي في العربي كده لما بنقول بتاعة الدكتور فبقول a doctor's clinic العيادة بتاعة الطبيب now she's at the doctor's clinic هي دلوقتي راحت خلاص لي الطبيب في العيادة هنشوف بقى ايه المواقف اللي هتمر بيها let's check situation 1 تعالوا كده نشوف على السكرين situation 1 طبعا هي شافت دلوقتي الدكتور بتكلمها قالت لها ايه قالت لها hello امي اهلا امي what's wrong with you what's wrong with you ده السؤال اللي بسأله لما بكون شايفة حد عنده مشكلة او شكله كده مش طبيعي بيعاني من حاجة معينة زعلان مريض اي حاجة فبقول what's wrong with you what's wrong with you يعني مالك او ايه مشكلتك فيكي ايه بالظبط كده زي ما احنا بنقولها باللغة العامية والدرجه بتاعتنا فبتتقال what's wrong with you hello Amy what's wrong with you طبعا ايمي ردت عليها وقالت لها I'm so sick I'm so sick يعني أنا مريضة جدا I'm so sick um, how do you feel بعد كده سألتها وقالت لها how do you feel يعني أنت حاسة بإيه How do you feel? ايه احساسك او ايه المشكلة اللي عندك مريضة طب حاسة بايه قولي بقى الـ الـ كل الاعراض اللي انت بتحسي بيها فهنشوف دلوقتي هي هتوصف لها ان هي شعورها ايه او ايه الحاجات اللي بتمر بيها فطبعا قالت لها I have headache and fever I have headache and fever انا عندي headache اللي هو الصداع وفيفر يعني حاسه بان درجه حرارتها عاليه جدا فيفر طبعا معناها حمى فا I have headache and fever يعني أنا عندي صداع شديد جدا وحمى أم... قالت لها I need to take a medicine أنا عايزة اخد medicine I need to take medicine محتاجة أن أنا اخد دواء medicine اللي هو الدواء وطبعا الدواء بيبقى ليه أنواع مختلفة ممكن يبقى syrup اللي هو الدواء الشراب ممكن يبقى بيلز اللي هي الحبوب او التابلتس اللي هي الحبوب برضو ممكن يبقى انجكشن اللي هو الحقنة عندنا في الدواء انواع مختلفة ممكن يبقى بيلز تابلتس اه, انجكشن اللي هو الحقنة وطبعا السيرب اللي هو الدواء الشراب اه هنرجع تاني للسكرين وهنشوف انه اه هي قالت لها I need to take medicine دلوقتي بتقول I write you the prescription طبعا كلمة prescription الكبيرة قوي دي اللي تكملتها تحت ال O N مفروض ان هي كلمة واحدة مع ال O N في الاخر فممكن جدا نكمل الكلمة الواحدة في السطر التاني بس بشرط نحط hyphenation او شطر شرطة كده بعد نهاية الكلمة علشان نعرف ان تكملتها في السطر اللي بعده فهنقول الدكتور طبعا قالت هنا I write you the prescription يعني هكتبلك بقى الروشتة أو الوصفة بتاعة الأدوية المطلوبة فبنقول عليها the prescription الروشتة أو وصفة الأدوية اسمها the prescription فالدكتور قالت لها I'll write you the prescription تعالوا بقى نشوف تاني إيه اللي حصل هنشوف على السكرين دلوقتي هي وصفت لها المرض اللي عندها وقالت لها You have flu. Flu اللي هي الانفلونزا ممكن نقولها flu ممكن نقولها برضو انفلونزا الاتنين نطقهم كده بالانجلش سليم احنا في العرب بنقولها انفلونزا لكن في الانجليز بنقولها انفلونزا او ممكن نقولها فلو فقالت لها انت عندك فلو او اللي هي الانفلونزا فشكرتها وقالت لها thank you doctor او شكرا ليك يا دكتور طبعا كده خلص السيتويشن والدكتور قالت لها سي يو again افتر تو ويكس هشوفك بعدين بعد اسبوعين سي يو افتر تو ويكس المفروض بقى ان احنا دلوقتي اللي هنقوم بيه هنحاول ان احنا نراجع الكلمات والمواقف اللي حصلت في السيتويشن دي نقف عندها واحده واحده نشوفه تاني الدايلوج ده بس بشكل مختلف دلوقتي هنحاول نعمل تشيك على الاسئله وكمان النطق ازاي ننطق الكلمات ازاي كمان هننطق الجمله على بعضها او ننطق الكويستشن على بعضه بشكل يكون لايك like natives او زي ما الاجانب بينطقوه تعالوا بقى نرجع تاني للسكرين دلوقتي وهنحاول نعمل تشيك على situation ونشوف الكويستشنز بيتقال ازاي والانسر ازاي وايه الحاجات الكلمات المستخدمه بلس كمان طريقه النطق السليمه او المناسبه في سيتويشن زي كده هنشوف على سكرين دلوقتي او على الشاشه هنشوف السيتويشن الدكتور طبعا كانت قالت هلو امي هلو وهنرجع تاني نقول انا كنت اتكلمت في النقطه دي قبل كده كلمه هلو ما اسمهاش هالو اسمها هلو هلو الستريس بيبقى على البارت التاني من الكلمه الكلمه دي مقسومه نصين ها لو طبعا لما باجي اي كلمة بتبقى فيها two syllables او اكتر يعني فيها مقاطع زي كلمة هلو فيها مقطعين في الحالة دي النطق بتاع المقطع مش بيبقوا الاتنين بنفس القوة ونفس السترس بنسميها سترس واحد منهم بيبقى فيه سترس قوي والتاني او المقطع التاني بيبقى فيه سترس ضعيف فهنا في كلمة هلو السترس او المقطع القوي هو المقطع التاني مش الاول علشان كده احنا ما بنقولهاش هالو احنا بنقولها هالو طيب فهنقول تاني هالو امي هالو احمد هالو محمد يبقى دي كده الطريقه اللي بنقول بيها كلمه هالو واتس رونج وذ يو رونج يعني ايه المشكله عندك او مالك زي ما احنا بنقولها بالعربي واتس رونج وذ يو ده كده السؤال زي ما شفنا انا نطقته واتس رونج وذ يو what's wrong with you ما قلتش what is wrong with you اوكي دي الطريقه اللي ممكن احنا في مصر بنقولها بنفصل الكلمات عن بعض بندي كل كلمه حقها بالزياده لا مش المفروض نعمل كده احنا المفروض في كلمات زي ما في عندي في الكلمه الواحده مقطع قوي ومقطع ضعيف كمان في الجمله بيكون في كلمه ضعيفه يعني يعمل لها ريدكشن او نختصر فيها شويه وكلمه تانية تكون مهمه جدا للمعنى مش للجرامر طالما مهمه للمعنى بتاع الجمله او الكويستشن يبقى لازم هننطقها بستريس قوي او هنعمل تاكيد على الكلمه واحنا بننطقها فطبعا هنا كلمه وات في السؤال مهمه رونج مهمه لكن از يعني مش مهمه قوي هتتفهم في سياق الكلام فبختصرها بدل ما اقول وات از رونج هقول واتس رونج what's wrong وطبعا عارفين كلمة wrong بتنتهي ب جي واحنا بنقول أو n جي او التركيبة دي مع بعض ما بنقولهاش wrong ونعمل يعني stress جامد على الجي لأ تقريبا حرف الجي ما بيتنطقش فاحنا بنقولها wrong wrong بنخنف شوية في ال -N لكن ما بنجيبش سيرة حرف الجي خالص فبيكون النطق بتاعها wrong ما بيبقاش رونج اوكي okay? فزي ما اتفقنا what's wrong what's wrong وبعد كده طبعا كلمة with you فهتبقى what's wrong with you what's wrong with you ما قلناش يو بالشكل الستريس ونطقها او نديها التايم بتاعها الاساسي اللي هي يو مطولة كده لا برضو لإن إحنا ما بنقولش الكلمة لوحدها مفردة، إحنا بنقولها وسط جملة، والبروناون أو الضماير عمومًا بتبقى ضعيفة، ما بنعملش عليها ستريس واحنا بنتكلم في الجمل، فعلشان كلمة you هي بروناون ضعيف علشان كده إحنا مش هنقولها you في وسط الجملة أو الكويستشن إحنا هنقولها يا yeah. بس، مش هنكمل بقية الكلمة، فهتبقى what's wrong with you what's wrong with you، دي طريقة النطق السليمة للكويستشن طيب بعد كده الرد اللي كان موجود ردت عليها ايمي وقالت لها I'm so sick I'm so sick يعني انا مريضة جدا احنا شايفين الجملة مكتوبة قدامنا I am so sick لكن لما جينا نطقناها ما قلناش I am so sick قلناها I'm so sick I'm so sick اختصرنا كلمة am واختصرنا كلمة so ما كانتش سو so بالنطق القوي بتاعها او الكامل بتاعها لا اختصرناها ودمجناها مع بقية الكلمات فا I am بقت I'm I am بقت I'm وطبعا so sick بقت so sick so sick دمجناها مع بعض واختصرنا شوية في نطق كلمة so فبقت السنتنس كلها على بعضها I'm so sick I'm so sick بعد كده الدكتور قالت how do you feel طبعا المفروض ان انا كده نطقتها لكم شوية كل كلمة لوحدها how do you feel ده طبعا نطق مش سليم تاني هي المفروض تتقال how do you feel how do you feel ايه اللي حصل او ايه اللي غير النطق هنا ان انا طبعا عملت اختصارات لكلمات موجودة ودي من اكتر المشاكل اللي بتواجهنا لما بنسمع الاجانب وهما بيتكلموا بنسمعهم ما بنفهمش حاجة بس لما بنيجي نشوف مثلا الكلام اللي بيتقال مكتوب بنلاقيه كلام تافه جدا وسهل جدا واحنا عارفينه طب كانت ايه المشكله في اللينكينج اللي بيحصل ما بين الكلمات او الربط اللي بيحصل ما بين الكلمات زي ما احنا شايفين هاو دو يو فيل بقت هاو دو you فيل هاو دو فيل بس كده والزمن بتاع الجمله قصر جدا فتحس انهم بيتكلموا بسرعه بس هو السبب ايه ان احنا بنعمل لينك طب في, في السنتنس او الكويستشن بتاع هاو دو يو فيل how do you feel انا كده بنطقه مش مظبوط how do you feel ده معناه الاول انه طب انت حاسس بايه تبتدي بقى تقول السمتمز بتاعتها او الاعراض بتاعتها فطبعا بنطقه ازاي بعمل اختصار لدو وبعمل اختصار ليو فبقت دي ما بقتش دو يو تمام يبقى دو مع يو اختصرناها بقت دي يبقى ما ينفعش ان انا اقول do you question هيبقى how do you feel how do you feel زي ما احنا سمعناه كده بالظبط طيب ايه ال الانسر اللي كانت موجوده او جاوبتها قالت لها ايه قالت لها i have headache and fever i need to take medicine i have headache and fever i need to take medicine هنا زي ما احنا شايفين هي قالت لها الاعراض بتاعتها انا عندي صداع عندي حمى ومحتاجه ان انا اخد الدواء اوكي طب الاول نركز في السنتنس بتاع I have headache and fever تفتكروا كده نفكر سوا ونشوف يا ترى ايه الكلمات اللي هنا ممكن نحن نختصرها لانها مش مهمة قوي في المعنى او نقدر نستنتجها في المعنى طبعا كلمة هاف وكلمة اند لكن الاعراض نفسها لا هتختلف من شخص للتاني لكن معروف ان لما have بنستخدمها لما بنتكلم عن الامراض مثلا او ان انا اوصف اعراضي في ان انا حاسه بمرض معين بستخدم الفيرب have فمستنتجه فبالتالي مش محتاجه ان انا اعمل عليها stress وطبعا كلمه and معروف ان هي كلمه بتربط ما بين حاجتين بنعمل آه. بيها listing او list كده من مجموعه حاجات زي بعض فبرضو انا مش محتاجه ان انا اعمل عليها stress مش مفيده قوي في المعنى فبالتالي ايه اللي هيحصل هنختصر and هتبقى حرف ال n بس يعني هننطق فيها ن ساوند بس وطبعا كلمة have هتبقى هايف هتبقى the اوكي هنشوفها بقى على بعضها ازاي هنقول I have headache I have headache ما قلتش I have headache لا قلت I have headache and fever I have headache and fever ما قلتش headache and fever لا قلت headache and fever Hurricane fever. الـ الن بس هي اللي كانت موجودة في كلمة آند ما قلتش أي كلمة حروف تانية Hurricane fever Hurricane fever. أوكي كده النطق السليم ليها I have fever يعني أنا عندي صداع وحمى. طيب بعد كده قالت لها I need to take medicine أو أنا محتاج إن أنا آخد الدواء. طبعا الكلمات اللي هنختصرها حرف الجر تو. ال prepositions ضعيفة فما لما بتيجي في جملة ما بعملش عليها stress I need to take medicine take طبعا كلمة مهمة medicine كلمة مهمة um, I need يعني need ليها كده حاجة زي secondary stress يعني هنعمل عليها stress اه بس يكون اخف شوية من الكلمات الاساسية اللي هي medicine و take. فبالتالي sentence هتكون I need to take ما قلتش I need to take قلت I need to take to take دمجت to مع الverb take اللي جه بعدها فحرف الـ O بتاعته تقريبا يكاد مش يكون مش موجود يا دوبك بس عرفت ان انا انت حاجة خفيفة قوي من الـ vowel sound اللي موجود عشان اعرف ادمجه بكلمة تانية بعدها فقلنا to take ما قلتش to take يبقى تاني ينفعش اقول I need to take medicine لا هقول I need to take medicine. I need to take medicine. طيب في إيه تاني بعد كده جالنا في الكونفرسيشن زي ما إحنا شايفين الدكتور قالت لها I write you a prescription أنا هكتب لك وصفة أو طبعا الروشتة بتاعت الأدوية فقالت لها I'll write you a prescription. You have flu أنت عندك إنفلونزا. طيب تعالوا نشوف برضو كلمة أو السنتنس بتاعت I write you a prescription طبعا I'll دي اختصار لـ I will فوحنا في الconversation مش هنقول I will write you هنقول I'll يبقى I will هتبقى I'll I'll write you وطبعا you برضو علشان هي من الكلمات الضعيفة أو pronoun فمش هننطقها بكامل قوتها او الكلمة مش هتتنطق بالشكل الكامل بتاعها لما بتكون لوحدها فهنقول ارايت write your prescription I write your prescription ما قلناش you قلنا you وطبعا الأه تقريبا تكاد تكون مش موجودة وإحنا بننطق فهنقول ارايت write your prescription prescription أوكي طبعا كلمة prescription ممكن تكون جديدة على بعض الناس هي معناها رشدة أو وصفة علاجية ف... وبتتنطق prescription أه تاني نقول السنتنس بالنطق السليم I write your prescription وطبعا الجملة التانية you have flu you have flu كل الاختصار اللي تم هنا كانت في كلمة you قلنا you have you have ما قلناش you have flu لا قلنا you have flu ده كده تم اختصار الجملة بتاعة الدكتور بعد كده ايمي قالت لها thank you doctor طبعا ما ينفعش اقول thank you ثانك sink دي فعل موجود اصلا في اللغه الانجليزيه بتكتب s -A -N -K ومعناه ايه معناه يغرق فانا لما اقول حد thank you يعني زي ما اكون بتمنى للشخص ده الغرق فانا لو كلمت كده مع الاجانب وكان مثلا حد ما عندوش خلفيه قوي بالاخطاء اللي بيعملها العرب في اللغه هيستغرب جدا الكلمه وهيفهم حاجه تانيه خالص فاحنا طبعا الافضل ننتقي حاجات زي كده وننطق نطق سليم ونقول سا بنطلع لساننا في التي اتش ما ينفعش اقول ثانك يو لا هقول سا ثانك يو ويو هنا مش هتتنطق يو كامله تاني لان الضماير ضعيفه في الجمل فبنقولها ثانك يو مش هقولها ثانك يو اوكي فما ينفعش اقولها ثانك يو ولا ينفع اقولها ثانك يو لا والكي برضو هننطقها بستريس خفيف اللي في الكلمة بتاعة ثانك مش هنقولها ثانك يو علشان كده احنا بيطلع مننا الصوت الزيادة ده في النص ما بين الكلمتين لكن لو خففنا شوية نطق حرف الكي هنلاقيها بتطلع ناتشلي كده بطريقة طبيعية الكلمتين لازقين في بعض من غير مجهود فهنقول ثانك يو ثانك بس ده كده, كده النطق بتاع كلمة ثانك يو طيب thank يو دكتور يعني شكرا يا دكتور وطبعا كلمة دكتور زي ما انتم شايفين يعني ممكن ننوه بسرعة على حرف ال -R ونقول ان احنا عندنا حرف ال -R بيتنطق R في الانجليش مش مش ال زي العربي في فرق ما بين ال النطقين عندنا في العربي احنا بنقوله را وفي لهجات مثلا زي الاسباني الايطالي برضو بينطقوا حاجة شبه كده بيقولوا ر لكن في الانجليش احنا بنعمل كيرل للسنه شويه واحنا بننطق حرف الار ما بن ما بيلمسش التاب اوف اور ما بيلمسش سقف الحلق خالص هو بيتعمل كده زي كيرل بنلويه شويه فلما بيتلوي اللسان شويه ساعتها الار بتتنزق ار وهنلاحظ انها ما بتلمسش سقف الحلق خالص عكس الار او الرا بتاعت العربي بتبقى قريبه جدا من سقف الحل فعلشان ننطق النطق السليم لحرف الار في الانجليش نركز ان احنا ما ينفعش ان احنا نخلي اللسان يلمس سقف الحل نحاول ان احنا يعني شويه نلفه ونبعده شويه عن سقف الحل فهتبقى طالعه ار فنقول دكتور مش نقولها دكتور اوكي دكتور كده احنا نطقنا نطق ار عربي لكن لازم نقولها دكتور دكتور وطبعا حرف الاو ده هنجيله اكيد في مره علشان نتكلم عنه بالتفصيل ونقول ازاي ان هو ما بيتنطقش الاو الصريحه دي يعني ما اقولش دكتور لا هو دا دا دكتور بس هنتكلم عن حرف الاو بالتفصيل في حلقات تانية طيب ثانك يو دكتور دلوقتي بعد كده الدكتور قالت لها سي يو اجين افتر تو ويكس هشوفك تاني بعد اسبوعين سبيدي ريكفري يعني اتمنى لك طبعا سبيدي ريكفري دي مصطلح بيتقال للشخص المريض لما بنتمنى له ان هو يخف بسرعه فبنقول له سبيدي ريكفري زي ما كده نقول لحد الف سلام عليك انا اتمنى الشفاء العاجل بالنص كده دي كده معناها سبيدي ريكفري بالانجلش تمام ولو حد مريض آه واحنا عايزين نبعت له بالانجلش نقول له نتمنى ليك الشفاء العاجل او الف سلامة عليك ونتمنى شفاء عاجل هنقول له بالضبط بالظبط كده speedy recovery speedy يعني سريعة وrecovery يعني حد يتعافى من مرض طيب هنرجع للنطق ليهم تاني ونشوف كده النطق بتاعهم السنتنس تتقال المفروض ازاي السنتنس كانت بتقول see you again after two weeks لكن لو شفنا السنتنس هنلاقي ان في حاجات تنفع فيها اختصارات او ان احنا نعمل فيها قاعدة نطبق فيها قاعدة reduction form او ان احنا نقلل من السترس على كلمات معينة زي كلمة you وزي كلمة يعني after شوية هتبقى secondary stress فاحنا هنشوف دلوقتي هنقولها ازاي بدل ما هنقول see you again هنقول see you again, see you again. لو لاحظنا اليون دمجت مع الاي اللي موجودة في اول اجان فبقت يعني تكاد تكون الكلمة مش موجودة فهنقول see again after two weeks after two weeks دي الطريقة السليمة لنطق الجملة دي وطبعا speedy recovery الكلمتين بيتقالوا بسترس قوي وواضح لان الكلمتين المفروض ان هم يكونوا ظاهرين في المعنى فهننطقهم عادي بنطقهم السليم speedy recovery من غير ما نعمل اختصارات لأي شيء دي كده كانت الكونفرزيشن بتاعت أول سيتويشن أول سيتويشن مرينا بيه كان الكونفرزيشن ما بين أيمي والدكتور في الكلينيك في العيادة وشفنا كده مجموعة حاجات عن الكونفرزيشن أسئلة إزاي تتسأل لما أحب أسأل حد عن صحته هقوله مثلا What's wrong with you? أو أقول How do you feel? دي كلها طرق علشان اسال على صحه بني ادم او على حال بني ادم انا شايفاه مش مظبوط قدامي ممكن كمان اقول what's, غير what's wrong what's the matter يعني مالك what's the matter matter اللي هي m a t t e r او البريتش بيبل او الناس البريطانيين ساعات بيقولوها what's the matter what's the matter لكن matter دي غلط دي ايجيبشن انجلش مش موجوده المفروض ان يكون صح هو what's the matter او what's the matter matter the British English واللي عايز يقولها American هيقولها what's the matter دي طبعا طريقة علشان اسأل على البني ادم آه لما هتكلم بقى على الصحة بتاعتي اوصف الاعراض او symptoms آه اسمها symptoms اللي هي الاعراض المرضية لما احب ان انا اوصفها البني ادم في الحاله دي هن يعني هنتناقش فيها برضو شويه بس في جزء دلوقتي قادم هنشوفه سوا لكن اللي احنا هنشوفه على السكرين دلوقتي ان ايمي sees the body parts diagram in the doctor's clinic هي كانت موجوده في الدوكتورز كلينك وشافت البادي بارتس دايجرام ايه هو البادي بارتس دايجرام ده دا كده عباره عن دايجرام دايجرام يعني رسمه معينه بتدي معلومات وزي ما احنا برضو شفنا على السكرين من شوية الرسمة اللي كانت موجودة مكتوب عليها medical infographics medical يعني طبية انما كلمة infographics infographics يعني معلومات مرسومة او معلومات من خلال رسمة اوكي فبنقول عليها diagram او بنقول عليها infographics يعني معلومات من خلال رسمة والدايجرام طبعا ده بتبقى رسمه اكيد سببها او إيه ان احنا بنرسمها علشان ندي معلومات معينه مش رسمه مثلا فنيه زي الارت والحاجات البينتنجز اللي بتتعلق في البيوت لا الدايجرام ده بيدي معلومات والانفوجرافيكس برضو بتدي معلومات فاحنا دلوقتي اللي هنتعلمه او اللي ايمي شافته في الكلينيك هي عباره عن دايجرامز وجرافز للبودي بارتس فهنشوف هي شافت ايه من البادي بارتس وهنحاول نعرف بقى يعني كلمات كتيرة جدا عن أجزاء الجسم بتاعنا هنشوف وشنا بالتفصيل إزاي نعرف نقوله أعضاء داخلية في الجسم داخل جسمنا إزاي برضو إن إحنا نعرف نقولها بالإنجليش وأسميها إيه بالإنجليش أتمنى لو تقدروا إن أنتوا يكون معاكم ورقة أو قلم أو حتى الكام بتاع الموبايل وتحاولوا إن أنتوا يعني تاخدوا صور للحاجات دي كمان نفسي ان انتوا تحاولوا وإحنا وانتوا بتتفرجوا اه تاخدوا كام كلمة كده تحسوا انها very special for you او كان نفسكم ان انتوا اه تتعلموها وحسيتوا انها كويس ان انتوا عرفتوها اه write it in your note وكتبوها في النوت بتاعتكم let's start learning about the body parts تعالوا كده نبدأ نتعلم عن اجزاء الجسم وهنشوف دلوقتي على الشاشة او on the screen الدايجرام الاول بتاع body parts هنشوف في الدايجرام ده صوره الولد اللي واقف قدامنا وفي طبعا مجموعه الكلمات وطبعا الارو اللي بيشير للجزء او السهم اللي بيشير للجزء اللي بيتكلم عنه الكلمات هقول لكم كلمه كلمه نشوف نطقها السليم ونشوف معناها طبعا اول جزء هنبدا بيه اللي هي الهير الهير ده اللي هو الشعر بتاعنا الشعر بتاعنا طبعا بنقوله هير وده uncountable noun ما ينفعش ان انا اعده الشعر بتاعنا ما ينفعش ان انا اعده فمش هينفع ان انا استخدمها في صيغه جمع ولا هينفع ان انا احط معاها verb او فعل جمع فبقول uh, this is my hair ما لكن ما ينفعش اقول this is this, these are my hairs غلط طبعا فهنقول this is my hair رغم ان هو كتير بس علشان هو كتير بزياده ومنعرفش نعده فهو على طول مفرد او سينجلر نعم وطبعا ممكن في حاله واحده بس اجمع الهير او كلمه هير تتجمع لما ما تكونش بتتكلم عن الشعر اللي في راسنا ده كله لا ممكن حد لقى شعرايه مثلا على كتفه على الترابيزه او بتاع عايز يعرف انه الشعرايا دي مثلا لونها كذا او دي بتاعت مين او شيل الشعرايه دي من على الترابيزه طبعا في الحاله دي انا بستخدم كلمة هير بصيغة singular أو plural يعني عادي جدا أقول I saw a hair on the table يعني أنا شفت شعراية على الترابيزة ساعتها ممكن أقول a hair أوكي في الحالة دي عادي ممكن أستخدمها بصيغة المفرد أو أجيبها في صيغة الجمع لو مثلا قلت شعريتين على الترابيزة طب دي كلمة هير اللي هو طبعا الشعر طب الراس اسمها ايه؟ اسمها head الرأس اسمها هيد طيب الأورا الأورا اللي هي أعلى الجبهة بنقولها باللغة العربية الجبهة بنسميها إيه؟ بنسميها فور ال فورهيد اللي هي الجبهة بتاعتنا فيها كلمة هيد في الآخر بس قبلها كلمة فور اف او ار فبنسميها forehead. طيب والحاجب الحاجب بتاعنا بنسميه برا اي برا اللي هو الحاجب اي طبعا يعني عينينا بس طبعا اي برا اللي هو حاجب العين اي واي اي بي او دبليو اسمه اي برا. طب وعنينا نفسها بنسميها ايه اسمها اي العين اسمها اي انا باخد كلمه من الجنب ده وبعد كده كلمه تانية من الجنب التاني وطبعا عندنا بعد كده الخد بتاع الوش خد بتاعنا بنسميه تشيك تشيك C H E E K الخط اسمه تشيك C H E E K طيب وفي ايه كمان؟ هنشوف كلمة Ear Ear اللي هي الأذن الودن الواحدة بنسميها Ear E A R اللي هي ودننا طيب ايه تاني؟ في عندنا طبعا كلمة Nose اللي هي الأنف ما اسمهاش Nose اسمها Nose Nose اللي هي الأنف طيب السن الواحد بنسميه توث توث يعني سنه واحده لما احب اجمعها هقول تيث تي اي تي لكن المفرد تي او او انما الجمع تي اي -e -e. يبقى توث وتيث طيب الماوث كله على بعضه اللي هو الفم طبعا بسميه ماوث ما ينفعش اقوله ماوس لان او ماوس زي ما ناس بتقولوا طبعا ماوس يبقى احنا كده ضفنا حرف زياده مش موجود في الجمله اصلا ضفناه في النطق بتاعنا لكن هي المفروض تكون ماوس ماوس وطبعا ماوس اللي هو الفار الفار طبعا لو قلنا ونطقنا كلمه الفم اللي هي ماوس على انها ماوس ممكن الاجانب يفهموا انها ان انت تقصد فار ما تقصدش الفم فلازم نركز في حكاية ان تي اتش ننطقها واحنا بنطلع لساننا بره ونقول ث او ذا في بعض الحالات هنا طبعا في كلمة ماوث هتبقى ماوث بالتي اتش ث طيب في كلمة ايه تاني هنلاقي كلمة تانج اللي هو اللسان تانج بنسميه تانج وطبعا احنا كنت قلت قبل كده ان التي اي ان جي الاي ان جي والاو ان جي بيتنطقوا الاتنين دول بخنافين شوية يعني ايه خنافين؟ يعني حرف الجي اللي في الاخر ما بيتنطقش وبننطق بداله حرف الان بس يعني شوية فيها خنافين يعني مش هقول تانج لا هقول تانج تانج مش هقول ثينج هقول ثينج لا هقول ثينج ثينج فاحنا شوية عملنا خنافين في الان لكن حرف الجي ما نطقناهوش فيا لو في عندي حاجة أو كلمة فيها ING أو ONG يبقى حرف الجي ما بيتنطقش وبنستبدله بإن احنا نعمل كده شوية يعني نغير في حرف الان ويبقى الان مفخمة شوية فهنا كلمة تانج اللي هي اللسان بتاعنا ما بنقولهاش تانج بنعمل ستريس على الجي خالص أبدا احنا بنقولها تانج تانج طيب في ايه تاني بعد كلمة mouth الجنب التاني في طبعا عندي كلمة chest في الناحية التانية تحت كلمة tongue في كلمة chest اللي هي منطقة الصدر بنسميها chest chest طيب في ايه كمان في كلمة arm تحت كلمة chest arm اللي هي الذراع دراعنا دراع الايد كله بنسميه arm لكن الكف الايد نفسه بنسميه hand وطبعا صابع الايد بنسميه finger يبقى عندي hand وعندي finger وبرضه زي ما احنا شايفين احنا ما قلناش finger احنا قلناها finger finger حرف الجي تقريبا يعتبر ما تنطقش علشان دي اي في كلمه finger فيها ing فبالتالي حرف الجي هنا ما جا لا اتقال ان الخنفان بتاعت الاي ان فقلناها finger ما قلناهاش finger اوكي يبقى الجي في كلمة finger ما بتتنطقش تقريبا اللي بيتنطق هو الانج لكن مش انج فبتتقال finger طيب كده خلنا كلمة finger فاضل لنا كلمة stomach اللي هي المعدة المعدة او بطننا بنسميها stomach stomach كمان في عندنا اللاج اللي هي القدم كل الساق كلها بتاعت رجلنا يعني الساق كلها اسمها لاج طيب لكن الركبه بنسميها ني ركبتنا بنسميها ني وزي ما احنا شايفين كلمه ني هي بتبتدي بحرف الكي كي ان اي اي فدي اسمها ني الكي سايلنت وما بتتنطقش فاحنا بنقول ني وبنخلي الكي سايلنت وطبعا بعد كده اخر حاجه في جسمنا تحت خالص اللي هي القدم بنقولها فوت اللي هي قدم الرجل فوت والجمع بتاعها فيت اف اي يبقى المفرد اف او او تي لكن الجمع اف اي فوت قدم واحده وفيت يعني القدم كده احنا خلصنا اول diagram وشفنا فيه مجموعه كلمات كثيره بتخص البادي parts كده يعني شكل كده مجمع للجسم كله على بعضه لكن احنا دلوقتي هنحاول ان احنا نشوف diagram تاني او تشارت تانيه هتكون مكتوب فيها البارتس بتاعت الفيس اونلي يعني زي ما احنا شايفين الهيد والفيس parts يعني الراس ووش um, الوجه بتاعنا طب الهيدن فيس parts هنشوف كده ايه الحاجات الزياده في حاجات طبعا هنراجعها كنا قلناها في الدايجرام الاولاني اللي احنا لسه مخلصينه وفي حاجات هنضيفها عليه عشان نعرف بتفاصيل اكتر وشنا الاجزاء اللي فيه تتقال ازاي طب let's have a look at the diagram تعال نشوف كده الدايجرام او الرسمة اللي قدامنا هتورينا ايه زي ما اتفقنا hair يعني شعر طبعا الكلمات اللي قلناها قبل كده هقولها بسرعه الفرهد اللي هي الجبهه او القوره بتاعتنا وطبعا الاي اللي هو الحاجب بتاع العين الاي اللي هي العين طب في كلمتين جداد هنا بقى اللي هي الاي ليد والايلاش ايه هو الاي ليد الاي اللي هي كلمه اي اي واي اي وبعدين الاي دي ده الجفن بتاع العين يبقى الجفن بتاع العين بسميه اي eyelid l I D طيب وال eyelash ايه هو ال eyelash؟ eyelashes او eyelash اللي هو الرمش والرموش طبعا لو جمع هتبقى eyelashes eyelashes اي طبعا E Y E lash L A S H وبعدين <applause> لو في جمع هتبقى يضاف ليها ES يبقى عندنا eyelid و eyelash وبعد كده طبعا الاي اللي هي العين طبعا كلمه اير الاذن وتشيك اللي هي الخد الاير لوب اللي هي الجزء او اللفه اللي تحت دي بتاعه الودن بنسميها الاير لوب اير طبعا في عندنا النوز اللي هي المناخير <applause> الماستاش اللي هو الشنب شنب لو في راجل طبعا عنده شنب بسميه ماستاش موستاش زي ما احنا شايفين كده M U S T A C H E دي كده كلمة موستاش او اللي هو الشنب اللب اللي هي الشفاه يعني الماوث بتاعنا في تو لبس في شفتين العليا والسفلى اللب اللي هي الشفاه دي طبعا جزء او part of our mouth فالشفة بسميها اللب وطبعا في عندي الماوث نفسه وكمان الدقن بقى يعني خدنا الشنب اسمه مستاش لكن الدقن هيبقى بيرد بيرد اللي هو الدقن آه ال ما بقولهاش بيرد مثلا لا بقولها بيرد لانها واحده من الكومن ميستيكس ناس كتيره مش بتعرف ازاي تظبط النطق بتاع الفاول بتاعها فالنطق السليم لكلمه بيرد اللي هي الدقن الدقن الشعر مش الدقن العظمه لان الدقن العظمه ليها اسم تاني اللي هي تشين تشين سي كلنا عندنا تشين كل الناس البني ادمين اللي اتخلقوا عندهم تشين لكن الرجاله بس اللي عندهم بيرد وعندهم طبعا موستاش بيرد اللي هي دقن الشعر طيب في ايه تاني زي ما قلنا تشين احنا شفناها كلمه تشين سي اي اللي هي الدقن نفسها العظم نفسه وطبعا كلمه ناك اللي هي الرقبه اسمها ناك NECK دي الرقبه بتاعتنا بنسميها هناك دي كده البادي بارتس بتاعه الفيس او الهيد الوجه والراس كده مجموعه كلمات كبيره جدا خاصه بالبارى parts عرفناها بالتفصيل وفي اعتقد كلمات كثيره او يعني شويه كلمات ممكن يكون في ناس في advanced او المستوى المتقدم ما كانوش يعرفوها قوي هنشوف ايه تاني هنشوف برضو رسمة تانية رسمة دي فيها اجزاء الجسم من الداخل يعني في عندي مثلا زي ما احنا شايفين هنا في الرسمة دي كلها مجموعة لاجزاء الجسم من الداخل اول حاجة في الرسمة عندي طبعا اللي هو الهارت وطبعا ناس كتيرة للأسف بتنطقها هيرت هيرت دي كلمة تانية خالص هيرت H -U -R -T. h u r t ده معناها uh, verb ومعناها يؤذي اوكي يبقى hurt h u r t معناها يؤذي اوكي وبتتنطق hurt لكن الكلمة دي اللي هي القلب دي بتتنطق heart heart ما بتتنسق hurt هي اه بتتكتب h e a r t لكن نطقها بيبقى heart مش hurt فزي ما اتفقنا القلب لما احب اقوله بالانجليش بقوله heart طيب في ايه تاني كلمات موجودة هنشوفها في الديجرام عندنا كلمة lungs اللي هي الرئتين بسميهم lungs lungs رئتين طيب في كلمة طبعا lungs بالسبانج بتاعها ال u n g s كلمة اللي بعدها كلمة liver liver اللي هو الكبد بسميه liver ولو حد عايز ياكل كبدة برضو بيسميها ليفر ففي الحالتين هي تنفع ليفر هو الكبد بتاع البني آدم عايزة تروحي تشتري مثلا من الجزار أو تقولي لماما أنا عايزة أكل كبدة النهاردة ممكن تستخدمي كلمة ليفر عادي جدا فكلمة ليفر اللي هي الكبد أو الكبدة بتاعت حتى الحيوانات طب في ايه تاني من الاجزاء هنشوفها على السكرين او على الرسمه في عندي كلمه large intestine <applause> طبعا ال large intestine اللي هو ال آه عندنا طبعا احنا بنسميها ال ال small intestine large intestine دي طبعا اللي هي الامعاء الدقيقة والامعاء الغليظة ال large intestine اللي هي الامعاء الغليظة لكن ال small intestine اللي هي الامعاء الدقيقة اوكي يبقى اللارج اللي هي الغليظه والسمول الدقيقه وايه الكلمه نفسها اللي هي الامعاء اللي هي intestine طيب في ايه تاني في طبعا عندي كلمه زي كلمه برين البراين طبعا اللي هو المخ المخ بتاعنا بنسميه برين طيب في كلمات تانية برضو كلمة كيدنيز كيديز اللي هي الكليتين يعني لما يكون طبعا الكلى او الكلية بتاعت البني ادم بنسميها كيدنيز وطبعا في 1 كيدني اللي هي كليه واحده بس والكليتين لما هتكلم عنهم هقول كيدنيز اللي هي بنضيف لها اس في الاخر هنشوف كمان دلوقتي على الدايجرام كلمات تانية في عندي كلمة ستامك ستامك اللي هي المعدة المعدة الداخلية دي بسميها ستامك تحت في الصف الأخير عندي كلمة ديافرام diaphragm دي طبعا اللي هي الطحال وطبعا diaphragm زي ما احنا شايفين فيها الحرفين P, والH. ال -P وال H ال P دول لما بيجوا ورا بعض بيتنطقوا فا ما بيتنطقوش فا وها لا يبقى تاني ال P -H. لما بيجوا ورا بعض على طول بيتنطقوا فا حرف ال P ورا بعض بيعملوا صوت واحد بس اللي هو الفا زي كلمة elephant مثلا elephant بتتكتب ال P وال H فبننطقهم مع بعض ف هنا برضو diaphragm وكلمة دي فيها حرف الجي مكتوب لكن it's uh, silent هو silent وما بيتنطقش فعندنا ناخد بالنا منها انه كلمة diaphragm هي فيها حرف جي بس احنا ما بننطقوش فالنطق السليم للكلمة هي ال diaphragm اللي هي طبعا الطحال uh, طبعا pancreas اللي هو البنكرياس وطبعا عندنا الاير من جوه اللي هي الاذن الاير من جوه الاذن الداخليه دي بنسميها اير برده واخر حاجه اللي هي السكن او البشره بتاعتنا بنسميها سكن اس تمام كده آه خلصت الكلمات بتاعت الدايجرام آه اللي قدامنا اللي احنا شايفينه ده خلصناهم قلناهم كلهم والمفروض ان احنا دلوقتي هننتقل لبارت تاني يعني كتير خدنا كلمات كده فتعالوا بقى نروح نشوف حاجه تانيه هن يعني شويه نتكلم في الـ 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 يعني مش حابه اقول ان هو جرامر بس هو بارت شويه related للجرامر او ايه ازاي نقدر نكون الجمله بتاعه ان احنا نتكلم على اعراض بتحصل لينا هي حاجه بسيطه جدا هنشوفها دلوقتي هتشوف على السكرين دلوقتي عندي مثلا كلمات زي فيفر هيدك و فيبر فيفر طبعا اللي هي الحمى وهيديك الصداع وهات يعني حد عنده سخونيه هات يعني سخن طيب لما احب اوصف شعوري ماشي يعني كلمه زي كلمه هات فهستخدم كلمه فيل فيل هي الكلمه المناسبه الفيرب فيل هو المناسب لكلمه هات يعني مثلا انا عايزه اقول انا حاسه ان انا سخن جدا او حاسس ان انا سخنه جدا النهارده او انا حاسس ان انا بردان جدا مش هقول I have مش هقول مثلا هي I, هاز I, I, لا هنقول I feel او she feels تمام يبقى هستخدم كلمه فيل مع الحاجات اللي فيها احساس زي hot و cold". فهقول I feel hot I feel cold أوكي يبقى كلمة feel هي الكلمة المناسبة اللي تستخدم مع الكلمات دي وزي ما شفنا كلمة hot مش hot أوكي hot ده نطق غير سليم ال ما بتتنطقش أو صريحة كده فعشان كده احنا بنفتح شوية حرف ال يعني ما بننطقوش ضمة جامدة كده لا بنقوله hot hot يبقى ما نقولش hot نقولها hot فهنقول I feel hot I feel hot أو I feel cold طب لما أحب أقول إن أنا عندي صداع آه عندي صداع يبقى I have headache I have headache I have headache استخدمنا كلمة have أو الفعل have مع headache علشان نوصف العرض نفسه طيب وفيفر برضو نفس الحكاية استخدمنا معاها كلمة have يبقى I have fever I have cold يعني أنا عندي برد مش بشعر بالبرد لا عندي مرض البرد فهقول I have cold أو في يعني ممكن كمان لو عندي إنفلونزا فهقول I have flu I have flu يعني أنا عندي الإنفلونزا فاحنا شفناهم كده كلهم على بعض I feel hot I have headache I have fever I have cold I have flu كده احنا uh, للأسف وصلنا لآخر uh, جزء في حلقتنا، أتمنى إنها كانت تكون مفيدة بالنسبة لكم، thank you very much and hopefully uh, you feel uh, happy all in all your life and uh, always happy. Thank you very much and I'll see you again in another episode. Goodbye.